من بلاء العنصرية والمآسي والفساد من سموم الطائفية إننا نحمي البلاد من بلاء. شكرا. نشكر زميلين عصمت وفيصل، أعتقد كفوا ووفوا. أنا اللي كنت متحدث في مجلس البوفلاسة في موضوع اللي تفضل فيه، وأعتقد أنه من حق أنه يمتعض، لأن بالفعل إحنا يعني كجمعيات سياسية معارضة ليس لنا منابر. وفي اللقاء مع وزير العدل قلت له أنت اللي اقتنعت بالاقتراح اللي طرحناه في الحوار الوطني بأن ينقل إعلام الجمعيات السياسية إلى قانون الجمعيات، ووافق الجميع في المحور السياسي، ومن ثم بعدين طحشت المرئية كلها خير شر ما نزلت. هذه مسألة واضحة، هم لا يريدون. وإذا تحدثنا للخارج قالوا احنا عنا خونة ومجموعات منتمين إلى ومرتبطين بالخارج إلى آخره. أريد أن أعلق وأعقب على اللي تفضل فيه الأستاذ جاسم مراد فيما يتعلق بأنه الجمعيات السياسية لم توافق على مبادرة ولي العهد، وهذه حقيقة يعني النظام مارس هذه الكذبة وحاول يروجها بيغض. يعني لنتذكر أنه مبادرة ولي العهد انطلقت يوم 13 مارس الساعة يمكن 5:30، والساعة 8:30 عبرت قوات درع الجزيرة الحدود، دخلت البحرين. من بعد 13 مارس لم نسمع عن مبادرة ولي العهد من ولي العهد. استخدمت في الإعلام شماعة ضد المعارضة السياسية، من ضمن ما استخدم ضد المعارضة في كثير من الشغلات. احنا كنا في اجتماع مع وفد كبير مع من جاي من ديوان ولي العهد يوم 13 مارس، خلصنا اجتماعنا معاهم الساعة 2:30، قالوا احنا رايحين وبنرجع لكم، خلكم قاعدين علشان نوقع. وسمولنا ان رئيس الفريق المفاوض مال ولي العهد سيكون وزير الخارجية على اساس نوقع على الاتفاقية وعلى المبادرة اللي اعلنها بالتلفزيون او بعض منها. هذا ما تم، هذه حقيقة يجب ان الناس تعرفها، وقلناها اكثر من مرة في الاعلام الخارجي، ولكن يبدو حجم الترويج الاعلامي الداخلي عم ينطلي على كثير منه. أنا أعتقد أنه مثل ما تفضل الأستاذ جاسم أيضا أنه الإعلام سيبقى طائفي ما دام هناك السياسة الطائفية في البلد. في هناك سياسة ليس لها علاقة، ليس فقط الإعلام، في كل مفاصل الدولة هناك تمييز طائفي مقيت يمارس على أساس الهوية وعلى أساس المذهب وعلى أساس الدين. حتى وإن كان سني بكرة هو شافعي ولا مالكي ولا حنبلي بينلبخ، لأن الدولة الطائفية تقوم من يؤسس على أساس طائفي سيكون في النهاية هو سيضرب أخوه اللي منتمي له مذهب آخر. شكرا. تفضل أستاذ مراد. علي سلمان روحوا له مرتين وافدين، قالوا بس قول مقبول يعني ولو قابل. أنا ما أقول لك إن في المفاوضات يعطونا ذاك شيء آخر، مرتين راحوا له موجودين، هذا الموجودين الناس اللي راحوا. وبعدين شوف مسألة الطائفية الآن في تونس، في التونسيين موالك ودخول عليهم من حنابلة، هكو عندهم مشكلة في تونس. في سوريا طلعوا لنا العلويين وطلعوا لنا السنة. احنا ما شنو العلويين في سوريا 7%، لأن الحاكم علوي فقط، هما ما يريدونه، هو لا يبو سني شو بيصير يعني، كل واحد نفس الشيء. فلذلك احنا شلون نعالج الطائفية عندنا في البحرين الآن؟ شلون انا اخلق مناخ كيف نعالج بأي طريقة حتى ما ترجع لنا مرة ثانية؟ شلون نختلط، شلون نتزاوج، شلون ذي؟ هاي المفروض ما تصير حتى اي قرى، ما قرى كلها يتعمر ويخلطون سني وشيعي، ما في بيت شيعي بيت سني حتى يتزوجون ويعيشون يمين. احنا يقول لا اله الا الله محمد، كلهم يقولوا لا علي ولي الله، كلنا نقول علي والله. شو يعني شنو احنا؟ هل احنا ضد ذليل؟ احنا وش علينا من ذليل؟ في زمانهم كانوا رجال وسووا دول وسووا كل شيء،
احنا الان في زمن 21 سنة 2021 كيف انا شلون اسوي دولة؟ اللي قال علي اللي قال عمر انا شو اسوي؟ مالي شغل وياهم في زمانهم هم رجال في زماني انا الرجل الان الان احنا لازم نستعمل عقولنا ولا تدير ولا يديرون ناس من عقليات متأخرة قروا لهم كتابين في الدين او حديثين ويا حط له لحية وقال لي انا ريال هاي مو بريال هو ريال اللي كان انتج شكرا نشكر استاذ جاسم مراد على العموم نترك الميكروفون الى الاستاذ فيصل هيات هو عفوا استاذ جاسم هو انا بالنسبه لي كوجهه نظر انا ما اشوف في حاله طائفيه الحاله الطائفيه مصطنعه وموجودة من خلال منح المنابر وفرص البروز الإعلامي إلى التكفيريين اللي يهاجمون السني والشيعي وأي واحد لا يسبح بحمد السلطان ولا يشكر فيه فلا خوف على البحرين لا نحتاج إلى برامج توعية ولا أعتقد هذا في صميم نفسي الإشكالية موجودة في من هو موجود أساسا في المشكلة في الناس الذين يرون العالم كله كفار سنة شيعة مو مشكلة هذا لين كفار لأنهم لا يتبعون ملة فلان وعلان بس الحالة الطائفية كظاهرة أنا لا أراها في البحرين يمكن أنا أعمى والله العالم في حالة ويجب تعالج لا ندي لنا أن نخالع خلي يتغير الخطاب الإعلامي خلي يتغير الخطاب الإعلامي الرسمي وتشوف انعكاس هذا أنا بس عندي تعليق على جزئية بس بترك المجال للأستاذة عصمت جزئية وزير العدل وزير العدل لا يمت للذكاء بصلة ولا له علاقة بالذكاء من أساس من لحظة خروجه في مؤتمر صحفي يدعي أن الأطباء حملوا السلاح أنا بذكر لك بس نص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني المسؤول عن تنفيذه وزير العدل يقول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة ليش ما يطبق هذه المادة ليش ما تطبق على وزير العدل نسمع ما عليه الآن نسمع للأستاذ أساس نقدر نختم أنا من ليلتين كنت أطالع محطة وصال أنا أطالع كل المحطات لا تضحكون علي كل المحطات أنا سعيدة أني شفت مش سعيدة بس لأني صحفية ما أنسى دوري أنا شفت الليبية لين انغلقت يعني لآخر لحظة وهي تغلق أنا كنت أطالعها لين صكت المحطة والتونسية والسورية وأدور وين موجودين المهرجين البحرينيين أروح لهم عشان لما أرصد الواقع الصحفي يعني يكون عندي شيء ففي محطة وصال طلع واحد قال إن في كتب الشيعة مش الكتب العادية كتب المراجع الكبيرة فيها تكفير للسنة وأن احنا الفرقة الناجية وأن في أدلة عندهم على ذا فهو قال إذا كان يعني رجال الدين الكبار والعلماء الشيعة يخدموننا أنهم يتبرؤون من هذه الكتب لكي يمنحونا احنا السنة اطمئنان إذا أنا في كتب ومراجع تكفرني فأنا ما أطمئن لهذا المواطن هذه نقطة جدا مهمة بالفعل إحنا لازم ما نقول فقط لأن في الحديث المتداول بين الفئات الاجتماعية البسيطة أو العادية في هذه النبرة إحنا أحسن كل واحد يقول أنا أنتمي للأمة والجماعة المليار انت تنتمي للطائفه للاقل يعني يعني نحن الامه ونحن يعني تعرفون كلها فيها لها دلالات
أفضل أحسن وذا. فبالفعل اللي يقول أبو صلاح مش لا تستهينون فيه، معالجة الطائفية مش فقط تتم عبر أني أقول الحكومات اختلقتها، الحكومات اختلقتها واستفادت منها. يعني إذا ما إذا مو أقول لكم حسني مبارك بيحولها كان بين مسيحيين ومسلمين، فجر الكنيسة قبل يومين لأن جاية الثورة، لأن التونسيين ابتدوا. فعلي عبد الله صالح كان بيسويها، كلهم كانوا بيسوونها، إنما إحنا في بيئة صالحة لها. فأنا أريد أعقب على مبادرة ولي العهد المختلف عليها، صارت ما صارت، أنا بس أريد أتساءل، هل مبادرة ولي العهد سلعة تنتهي صلاحياتها عقب مدة؟ فبالتالي ما يصير، يعني ما هي مبادرة ولي العهد؟ مبادرة ولي العهد ليست شيء مقدس، هذا قال هذا مجنون، هي مبادرة طرحت لحل أزمة لازلنا نعاني منها. بكرة بنسميها الحوار، بكرة بنسميها مبادرة خليفة، بكرة بنسميها مبادرة حمد، رح تتم مبادرة لحل الإشكال الموجود فيه في البحرين. فبالتالي هي ليست سلعة لها مدة بس محددة قبل ما يجون الجيش السعودي، وبالتالي بس خلاص ما دام دخل الجيش ما بنناقشها. هاي اللي لازم احنا نتكلم فيه، مو سلعة خلي بالدقيقة. anyway أنا أريد أتكلم عن ماذا سنفعل إحنا الصحفيين. إحنا الصحفيين ما نعترف في جمعية الصحفيين، لكن نقول هي موجودة ونحاول إن إحنا نفعلها ونخليها تعترف فينا. إحنا أنشأنا بحرين 19 للدفاع عن مصالحنا، إحنا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو فصلونا من الجرائد. الفولورز اللي عندي أكثر من اللي كانوا يقروني في الأيام، أنا أتكلم عن نفسي الحين، والحمد لله أنا موجودة في هذه المساحة. هذا منبر أنا ما أستهين فيه، أنا أستانس لما يدعوني، لأن فرصة لكي أجي وأتكلم وأقول رأيي، وهذا منبر لا يستهان فيه. إحنا على اتصال بالمنظمات العالمية، باتحاد الصحفيين العالمي، فإحنا لا يعني نشاطنا لا يزال موجود. والصحيفة اللي هي إحنا فصلنا منها هي الإطار التقليدي اللي الحين أوسع منه هو وسائل التواصل الاجتماعي. أنا هالأيام الدور نوع من العريضة، يريدون يرفعون عريضة على واحد الوجيه اللي يعني على اعتبار ده. أنا أعتبر أنا ما رديت على هذه العريضة، وأنا أريد أكتب على تويتر وعلى الفيسبوك إن هذه إحدى وسائل الحكم في إلهاء الناس. ولا وجيه يقدر يقول هذه التغريدة بدون تصريح، بدون ما ضامن ومأمن على حاله بأنه محمي، من يعني من يقدر يطلق هذه التغريدة؟ فبالتالي انسياقنا إن إحنا نريد نرفع عليه قضايا، وده هذه بعد نوع من إشغالكم. جاسم مراد قال لكم ناقشوا الاقتصاد والمال والثروات وين تروح، بدل ما عمر وعلي وهذا قال وهذا قلت. هذا اللي تم إشغالنا فيه، لو بالفعل إحنا اهتمينا للغة الأرقام وللغة الاقتصاد وتركنا عنا، كانهم احتاروا لأنهم دخلونا في أفخاخ الطائفية وإحنا نسقنا فيها. فالطائفية نتاج وليست سبب، فبالتالي يريدون يغرقونكم فيها. واليوم رفع قضية على هذا، واليوم روح ذاك، وشفتون هذا ايش قال لكم؟ ولا نائب موجود ومنتخب يقوم يسب طائفة ضامن الندى، أصلا طرشينا يسوي هالقصة، وواحد ثاني سيف، وواحد كل هذا لإلهاكم. وأتمنى ويعني اختلفتون أو اتفقتون معي إن ما تنتبهون ولا ترفعون قضايا ولا تتعبون روحكم، وركزوا على القضية السياسية الأساس واتركوا عنكم هذه الأشياء. لو سمحت رد على السؤال الأخير. دقيقة واحدة ولا عليك. أوكي تفضل. الحقيقة البارحة كنا مدعوين في مدينة حمد دوار 15 في أحد الميالس، وعند انتهاء الندوة بحضور مدير أمن المحافظة الجنوبية اللي هي تبع بوري ومدينة حمد، قدمونا أوراق يعني معارضة على أساس موقع بحل جمعية الوفاق. زين، فاللي أنا أطلبه زين، إحنا نسوي بعد عكس الشيء هذه.
لابد أن وربما أن أبو دجاجة ليلة اليوم الجمعة بيتكلم في هذا الموضوع، تعرفون أبو دجاجة بيتكلم في هذا الموضوع عن العريضة اللي مسوينها عن الوفاق أن الشعب يعني يبي يحلها، فربما أن يتكلم في جمعته، وإن شاء الله يعني الأخت سوسة عصمت والأخ الحبيب أن يردون عليه إذا برمج هالقصة، وشكرا لكم. آخر سؤال الرد عليه، كيف نواجه حالات اعتقال الصحفيين؟ ما راح تقدر تواجهها أبدا، لا يوجد أي ضمان لأي إنسان سواء كان صحفي سواء كان محامي. في البحرين اليوم أقولها بشكل واضح، لا يوجد ضمان. إذا كنت أنا صحفي لن أعتقل لأني تكلمت، ستلفق لي تهمة بأنني حملت معرف إيش. أحمد رضي، اللي يعرف أحمد رضي يدرك أن هذا الرجال مثل الحمامة، وديع لأقصى درجات يعني الدعاء، رجال مسالم لفقت لي تهمة حيازة مولتوف، الشروع في حرق معرف إيش باص، فالتهم جاهزة وحتى مفصلة بشكل غبي أصلا. يعني ممكن تكون أنت موجود في الشرق وتتهم في الغرب، تبرير، مجرد تبرير من أجل إذا يعني أراد النظام الاعتقال أو الانتقام من أي شخص. هاني الفردان اليوم قاعدين نشوف اليوم أمس، يعني هذه أبسط قضايا، لا يوجد ضمان، لا يوجد حماية لا للصحفي ولا لأي بني آدم. شكرا. ليس عنا إلا نشكر الأستاذة عصمة الموسوي والأستاذ فيصل هيات، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم أو قبل الأسبوع القادم، نلقاكم في يوم السبت جمعية المهندسين تأبين المرحوم عبد الرحمن النعيمي. شكراً.